شكرا على هذه الدعوة. أظن أن استعمال التكنولوجيات الجديدة في قضية الإعلام تعتبر نقلة نوعية، لكن أظن أن هذه النقلة النوعية لابد أن يصاحبها وعي بطبيعة هذه التقنيات الجديدة، لأن التقنية بطبيعتها ليست محايدة. التقنية هي نتاج لبيئة معينة، لعقلية معينة، لفلسفة معينة، وبالتالي لا نكتفي فقط بمعرفة هذه التقنية، بل لابد أن نعرف كذلك الملابسات والظروف والتصورات والقيم التي كانت وراء نشوء هذه التقنية الجديدة. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه لا يكفي أن نتقن هذه التقنية وأن نحسن فهمها، بقدر ما يجب أن نمتلكها حتى نتجاوزها. وامتلاك التقنية الجديدة في الإعلام أو في غيرها يقتضي فهم هذه الخلفية القيمية. ليس صحيحا أن التقنية هي منفصلة عن الثقافة، بالعكس، كل تقنية حاملة لثقافة معينة قد تكون خفية لكنها موجودة، لأنها استجابة لحاجة مجتمع معين. وبالتالي احنا دائما نتعامل مع التقنية في جانبها الآلي، ونغفل الجانب الثقافي. وبالتالي عندما ننقلها إلى بيئة مغايرة وندخلها على ثقافة مختلفة، يكون لها أثر قد غالبا ما يكون سلبي على الثقافة المستقبلة. لكن عندما نكون واعين بالقيم الثقافية المصاحبة للتقنية، نعرف كيف يمكن أن نستنبت هذه التقنية الجديدة في الثقافة المستقبلة حتى لا يقع هناك أي خلل. فتعاملنا مع تقنية، أي تقنية، يجب أن يكون في أفق التحكم في هذه التقنية لتجاوزها.